الراديو 90 هواها مصر. معانا ساعة الا تلت، ما تسألنيش ساعتين وتلت دول اللي عدوا في الهواء كده. يلا بينا. بعتولنا كل اللي انتوا عاوزين تقولوه، دردشة فضفاضة كده وزي ما اتفقنا في كل حاجة ما عدا الحتة اللي ملناش فيها. محمود كتب حاجة مش من باب الفضفضة، بس كتب جملة حلوة. قال الكورة هي الحاجة الوحيدة اللي بتجمع الناس من كل شكل ولون، كله يهتف بمسمى واحد تحت شعار واحد وبكل قوة، الكورة حياة. على SMS تليفون اخره 323 برضو اتفقنا ان احنا مش دي الشكل الرسائل بتاعنا. انا بحب واحدة والكلام ده مش عندنا يا استاذي العزيز. تعرف في ايه في حياه الواحد يستاهل انه يضحك وكل يوم بيتكرر بنفس الروتين؟ انت اللي بتكرري الروتين نفسه يا سماح، وانت اللي لو عايزه حياتك يبقى فيها كسر للروتين هتقدري تعملي ده. احنا اللي قررنا ان الحياه تكون ممله، احنا اللي قررنا ان احنا نستسلم، فنرجعش في الاخر نقول ليه ابتسم ليه. حياتك ممله ومكرره، الناس كلها حياتها مملة ومكررة. بصي الناس حواليك هتلاقي كل واحد حياته نمطية. أنا اللي بشتغل في الإعلام حياتي برضو ماشية 1 2 3 4، هي نظام اليوم كله، أصحى كذا وأعمل كذا وأروح شغلي كذا، وإذا ما رحت الشغل أروح كذا وهكذا. لكن أنا بعرف أخلق حاجات إن شاء الله وأنا قاعد في البيت تكسر الروتين، لكن أنت قررتي أنه يبقى روتين فهو روتين. مفيش حاجة هتكسر لك مود الروتين والرتابة والملل لوحدها، أنت اللي هتعملي ده لو أنت اللي عاوزة تعملي. حياتي من بعد وفاة والدتي سوداء تماما. قول لي انت عملت ده ازاي بعد وفاة والدتي؟ انا والدتي الحمد لله، انا والدتي عايشة الحمد لله، ربنا يديها الصحة ويرحم والدتك. انا اللي توفى والدي. بتبقى في الاول طبعا الموضوع صدمة طبعا، الام والاب يعني، وانتي والام بتبقى اقرب طبعا، ولكن ربنا بيقولوا كده وقت ما بينزل المصيبة بينزل معاها نعمة الصبر، والصبر يتبعه النسيان. ما بقدرش اقول عليه نسيان ولكن هو تعود شويه، ففي الاول صعب. لكن امي ربنا يديها الصحه بتقول لي جمله كده، تقول لي ايه، الحزن بابه بيبقى موارب، فيا انت بتفتح الباب الحزن وتفتحه على اخره فخد بقى، يعني يا اما خلاص بتلم الدور كده وترضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى فالباب يتقفل. لكن لو مش هرضى وهفضل مقضيها نكد وحزن وتذكر في حاجة الحزن مش هيرجع حد، يبقى خلاص الباب هيتفتح على مصراعيه. بيقولك من لم يرضى بقضائي فليخرج من تحت سمائي، اللي ما يرضاش بقضاء ربنا سبحانه وتعالى يبقى ملوش عيش تحت السماء اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. وعدم الرضا بقضاء ربنا مش ان انا اقول ليه يا رب والحاجات دي بس، لا، هو انا لما افضل على طول اتجاوز المرحلة الطبيعية للحزن والمرحلة الطبيعية للصدمة وخلافه وافضل عايش سنوات في الحزن والسواد، يبقى انا كده مش راضي. مش هنضحك على نفسنا، مش راضي، مش راضي ورافض ومش مقتنع ومش عارف اكمل حياتي. والدتك والدي مش اغلى من اي حد، كل واحد فقد والده، وفي اللي فقد والدته، وفي اللي فقدهم الاثنين، وهم عندهم برضو مش يعني اغلى الناس. فهو المطلوب الرضا، ان انا اقتنع من قرارة نفسي كده ان هم ده كان مكتوب كده في السجلات ان هم هيتولدوا يوم كذا وهيموتوا يوم كذا. هزعل بقى ولا هرجع اللي فات ولا اي حاجة، في يوم بقى يجمعنا بيهم كلهم ان شاء الله، ربنا يجمعنا بيهم في الجنة باذن الله جميعا. عايزة أقنع بابا بالسفر والحملات ومش عارفة أقنعه من غير خسائر. من مك، بصي هقولك حاجة، إحنا عملنا يعني زي ما أقول كده خلقنا شكل جديد كده من العمل التطوعي طبعا مع الجمعيات الخيرية طبعا، ولكن عذرين. فكرة إن أنا أروح أقول لوالدي يا بابا أنا مسافرة، يعني أنت مثلا من القاهرة أنا مسافرة اسكندرية رايحين مش عارف نعمل إيه، غصب عنه وغصب عنه لازم يرفض في الأول ولازم يتصدم ولازم يقولك يعني إيه تسافر ولاد وبنات مع بعض والكلام. لو جينا بصنا لها من وجهة نظره هو صح، لو هو بس توغل في اللي احنا بنعمله وخليتيه يجي معاكي مرة مثلا حملة داخل القاهرة أو حاجة وشاف اللي بيحصل، اعتقد انه ممكن يغير رأيه بشكل كبير.
طلبت الطلب ده ومعلمين كتير بيجوا جايبين اللي جايبه والدتها اللي جايبه والدها يشوف بعينه، فلاقي والله العظيم اللي بيحصل ده وعلى عين ومرأة واسمع المعلمين يجي يقول لي الوالد ربنا يبارك لك يا ابني كفايه اللي انت بتعملوه كفايه مش عارف ايه، فتبتدي تحس ان الاب اقتنع. فهو اعتقد يعني ان احنا الاول لازم نطلب منهم يحضروا، ما نقولهمش ايه الاول نطلب ونتخانق، لا طب بابا انا عندي حمله كذا في محطه سعاده مع كلام معلمين ويونس والمعلمين جوه القاهره او جوه مش عارف ايه او لو محافظه تانية عاوزك تيجي معايا، عاوز اعرفك على يونس مثلا هاتيها كده. فهو لما يجي ويشوف ده اعتقد ان الكلام ممكن يتغير، وارد طبعا ما يتغيرش، واذا ما تغيرش يبقى احنا ما فيش في ايدنا حاجه، لان في الاول وفي الاخر ده الوالد وكلامه نافذ. ريني رسامة المعلمين ريري بتقول مش اجتماعي خالص، وكل ما احاول اعمل صداقات بحس ان انا تقيل عليه. مش مطلوب منك تعملي صداقات يا ريري مبالغ فيها، يعني انا عدد محيط اصدقائي قليل جدا، عدد بسيط جدا، في زمايل بقى في مجتمع التعارف والزمايل والخروجات والحاجات دي تمام، ده دول زمايل، لكن اللي يرقى لمرحلة الصداقة ما بيبقوش كتير، بيبقوا ناس قليلين قوي 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 يعني. فمجرد ما هتكوني صداقة لا هتبقي تقيل عليهم ولا حاجة، وحتة الهاجس بتاعنا تقيل عليهم ده شيليه من دماغك، انت هتقدري تستشفي الناس حباكي ولا مش حباكي. انت لو صديقة جدعة وبتقفي معاهم في المواقف وفي الخروجات بتدفعي احيانا وهم يدفعوا احيانا، لا هتبقي تقيلة ولا هم تقل، يعني انتوا شايلين بعض في الحزن وفي الفرح، فشيلي من بس حتة ان انا بحس ان انا تقيل عليهم. ولو حسيتي ان انت فعلا تقيلة على حد وشفتيها عيني عينك واتقالت لك في وشك او تهربوا منك مثلا، ما ينفعش دول نشوف غيرهم، ربنا مدينا ناس كتير حوالينا. الثانوي مبهدلني عمرو صلاح، بهدل كتير قبلك يا عمرو وعدوا وتفوقوا بقوا دكاتره وبقوا ناس زي الفل، يعني انت مش على راسك ريشه يا عم عمرو، اللي ساري على عليك ساري على غيرك يعني. في كمان لسه مش عارفه اتاقلم مع الثانويه لغايه دلوقتي، حاسه ان في حاجه غلط غير ضغط كل شويه ذاكري. ندى احنا لسه في الاول، يعني حاله الضغط النفسي اللي بدات من الاجازه دي هدي نفسك. بص هقول لك حاجه يا بنتي يا بنت الحلال اللي ربنا اسمه هيكون، انا بعمل اللي عليا. كلمه ذاكري 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 على فكره من كتر ما تسمعيها هتبقى بالنسبه لك زي ما يكون في سوري في التعبير حاجه بتزن، هتعاملي معاها انها زن وخلاص، والزن انت بتسمعي الناموسه بتزن كتير، فالناموسه خلاص سيبي الناموسه تزن، لكن مش معنى ان انا اسيب الناموسه تزن ان انا مش هركز، لا انا هركز علشان انا عاوز اكون احسن. انا كندا باسم انا عايز اكون متفوق، انا عايز اشرف المعلمين، عايز اشرف يونس، عايز يكون ليا كيان. وبلاش يا جماعه الله يكرمكم موضوع اصلا انا هدخل الكليه وبعد كده مش عارف ايه، بعد كده ده بتاع ربنا، اعمل اللي عليك وبعد كده نشوف اللي هيحصل. ما تقوليش اصلا اللي دخلوا كليات واللي دخلوا كليات قمه عملوا ايه، لا في ناس كتير عملت حاجات الحقيقه، في ناس كتير دخلت كليات وخرجوا منها وبقوا احسن ناس، وفي ناس دخلوا كليات وما بقوش. ليه تبقى من الناس اللي ما بقوش؟ ما انت ممكن تكون من الناس اللي بقوا ومن غير واسطه ومن غير كوسه. وهنرجع تاني نعيد لكم حكايه ابو زيد اللي انا بقولها لكم، انا ما اشتغلتش من غير واسطه، انا اشتغلت كده بالزن، فضلت اسعى ورا حلم انا عاوز اشتغله فاشتغلته. فندى انت كوني انت، انت عاوزه تكوني ندى المتفوقه فكوني ده، سيبك ارجوكي وكل المعلمين اللي سامعين، زن الاهل انا بعتبره شيء له ايجابي وله سلبي، الكلام بتاعهم مزعج وهم الغرض، معلش الغرض الخير، هم عايزين يشوفوكوا احسن ناس وعايزينك تبقى احسن ناس. وحته المقارنه عشان اكيد في ناس من اللي بيسمعونا الاهل، شوف ابن عمك شوفي بنت خالتك شوفي ابن عمك بيعمل ايه، الكلام ده انا عارف انه كلام زي الدبش وكلام زي السم، نعمل ايه؟ نتبع سياسه التناحه، انا عاوز اكون كذا فهكون باذن الله، لا ابن عمي اللي هيخليني اكون ولا المقارنه اللي هتخليني اكون ولا الزن اللي هيخليني اكون. قدرتي تقنعيهم وتوصلي لهم الفكره يا جماعه ان الزن ده مش هجيب معايا نتيجه كان بها، ما قدرتيش يبقى هنعمل ايه بقى؟ هنركب فلاتر في ودنا ان لما الناموسه تزن بنعمل ايه واحنا نايمين؟ يا بنهشها يا بننام وننفض. طبعا يعني انا لا اقصد تشبيه الوالد والوالده بده العفو طبعا، لكن انا بسبسط الموضوع عشان نشتري دماغنا. اعمل ايه لما اشوف ناس بتتكلم على بعض بكلام وحش وهم قدام بعض بيضحكوا؟ دي حاجه بتضايقني. 3 2 1 ده التليفون. اقول لك حاجه وتصدقيني كل الناس بتعمل كده الا من رحم الله، الغالبيه العظمى احنا كلنا بنعمل كده للاسف، بنتكلم على بعض في ظهر بعض ونقابل بعض ناخد بعض بالحضن. منافقين بقى سميها، مرضى نفسيين سميها،
مضطربين نفسيا نسميها، ما تفهمش. لكن اللي تقدري تعمليه اياها تكلميهم يعني من غير اسلوب النصيحه ومن غير التنظير ومن غير ان انا هسيبكم وامشي لو ما بطلتوش. لا لا، ممكن نعملها ببساطه يعني. وانا ممكن الموضوع في الاول بهزار، يا جماعه ملوش لازم نتكلم عليها يا جماعه، يعني ما احنا لسه بنقابلها ونسلم عليها. فاقول لك حاجه الطف، حاولي تغيري الموضوع من غير ما تتكلمي عليها او على اللي بيتكلموا عنه. افتحي موضوع جديد شتتيهم يدخلوا في موضوع تاني. ده مش علاج، ده علاج ليكي انت بس عشان ما تحضريش الموقف اللي بيزعلك ان الناس بتتكلم على بعض. ده انا شايفه ان علاج يعني ظريف. تفتحي موضوع كوره، ماتش، فيلم، اي حاجه حصل، موقف تحكيه علشان تخرجيهم من الموضوع ده. مره في الثانيه في الثالثه هيبتدوا ياخدوا بالهم ان انت كل ما يتكلموا على حد قدامك انت بتتغلوشي كده عشان الموضوع يتغير. فهيعرفوا ان انت مش حابه القعده تكون بالشكل ده، فهيعملوا حاجه من اتنين، يا هم هيتكسفوا ويبطلوا، يا اما هم وقت ما انت تكوني موجوده مش هيتكلموا على حد. وان تاني انا بقول انا واحد من الناس للاسف يعني بغلط الغلطه دي. ناخد برضو مشاركات المعلمين. عاوز اقول يا يونس للي محبطه من الثانويه، انا في كليه والله العظيم اقسم بالله لما تدخلي الكليه هتكتشفي ان الثانويه دي كانت حاله من التخلف العقلي مش اكتر، وهترتاحي في الكليه وهتتبسطي وهتقعدي في البيت ومش هتذكري ولا كلمه. طبعا انا كدابه يا يونس، انا عارف طبعا. بس ما بتقول ماما مش عاوزة تقتنع ان انا كبرت وبقيت مسؤول عن اختياراتي وشغلي وحياتي بطريقة اللي انا اكون عاوزاها وهكون مرتاح لها. بص يا بسمة، ماما مش هتقتنع ان انت كبرتي لحد ما تروحي بيت جوزك ولحد ما تخلفي ولادك يكبروا. ماما هتتعامل معاك ان انت طفلة. امي بتتعامل معايا من هذا المنطلق، انها يعني مش عايز اقول بتتدخل، ولكن هي بتتدخل في حاجات كتير في حياتي، وهي دايما شايفه ان انا عيل صغير وان اخواتي كلهم لسه شويه عيال صغيرين، وهي بتبقى مش وجهه نظرها مش شايفه انها بتتدخل من باب التدخل، لا هي خايفه علينا. فلو حبيت اعترض او حاجه بيبقى رد الفعل زعل، انا اسفه ومش هتدخلكم في حاجه تاني، انا خايفه عليكم. فهي ريح نفسك، ماما مش هتتغير، هتفضل طول عمرها خايفه عليك. اقول لك على حاجه تانية، احمدي ربنا. احمدي ربنا ليه؟ لان في امهات رامين طوبة عيالهم ولا بيسألوا فيهم، وبيبقى أولادهم نفسهم إن أمهم بس تسأل أنت عملتي إيه، أنت أخبارك، حياتك إيه، الدراسة عاملة إيه. في ناس أهليهم زي قلتهم، فاللي أنت بتقوليه ده برغم إن هو بيضايقك وبيضايقني وبيضايق ناس كتير، لكن لما نبص لحال غيرنا اللي أهليهم فعلا زي قلتهم ومتجاهلينهم، أنا اكتشف إن إحنا أحسن بكتير قوي والله. إيه موضوع الروايات المزورة يا يونس؟ هقول لكم. أنا كنت في توقيع روايتي الحمد لله، الرواية التانية نادي الفودة 2 كسب وتمام وزي الفل. اكتبوا لي يا جماعة ونبي رقم الواتساب عشان نقول للناس على رقم التوصيل، اكتبوا لي على الهاشتاج كده عشان نقرأ. فنزل كنا موجودين ورحنا حفل التوقيع بتاعنا في اسكندرية، وكان في محطة الرمل في دار مكتبة، في مكتبة هناك. وقعنا مثلا لحوالي فوق 300 معلم. أنا وقعت ما قلنا نروح 200 رواية مزورة، اقسم بالله ما بهزر. كان كميه الروايات المزوره يعني محزن ويجيب حسره. انا اول ما دخلت اتقال لي كده من القائمين على التوقيع، يونس بلاش توقع على الروايات المزوره، انت كده بتدعم الصناعه المزوره وبتتسبب بطريق غير مباشر كده انك بتهد الصناعه، انك لما تمضي على مزور يبقى انت كده بتوافق على التزوير. فكان ردي اللي اشترى ملوش ذنب، هو يعمل ايه؟ هو يعني حاجه من يعني هنفترض اول حاجه ان هو مش عارف انها مزوره، انا هعاقبه ما راح اشتريها ودافع فيها فلوس. هو مش دافع للصناعه او للقائمين الاصليين عليها، وهو كده بيشجع المزور بفلوسه، ولكن هو وارد يكون مش عارف حاجه. مش كل الناس عارفه ان في حاجه اسمها مزور وغير مزور، الناس بتروح تشتري روايه باسمها، بيحبوا روايه فلان فرايحين يشتروها. ده حاجه. تاني حاجه، في ناس في محافظات بعيده مش عارفه توصل للروايه، مع ان احنا عاملين رقم توصيل للروايه لحد باب بيتك، لكن في ناس بتستسهل تقول لك اجيبها من قدام الكليه، اجيبها من جوه الكليه، ده المزور بيتباع جوه الكليات يا جدعان والله. في بقى ناس عارفه انها مزوره وبتشتريها مزوره، مش هنضحك على نفسنا، في ناس عارفه انها مزوره بتقول لك ارخص، هوفر في تمام، هي بتتباع اصلا ثمنها 40 جنيه بتتباع مزوره ب 25 او 20، يقول لك انا اولى بالفرق. برضو انا مش من حقي ان انا اقول لحد اشتري مزور او ما تشتريش اصلا، بس انا من حقي ان انا لما اجي قدامي رواية مزورة ان انا ما موقعش عليها، ان انا اقول لك انت كده بتتسبب في خراب بيتي وخراب بيت الدار وخراب بيت القائمين على الرواية، ده من حقي.
وان كان انا ما بعملش ده، روح هناك والاقي المزور واقع عليه زي الباشا، لان ما بقدرش ازعل حد. والمعلمين لما يبقى حد جاي لي مشوار مخصوص يعني وجايب الروايه، هقول له ايه؟ اقول له ارجع ارجع يا وليد، انت الروايه المزوره؟ لا ما بقدرش. فالموضوع مؤسف، والموضوع انا اكتشفته لما دخلت المجال ده ان موضوع تزوير الروايه ده حاجه لعنه. شارع النبي دانيال ده اللي في اسكندريه عباره عن افه، طاعون موجود في اسكندرية كده عبارة عن ناس حفنة من المزورين قاعدين يضربوا روايات الناس ويزوروها. فكان عشان أنا كنت تقريبا جوه معقل التزوير يعني، فده اللي حصل. كنت بسأل النهاردة على فيسبوك بقول هو أنا جماعة طب انتوا شوروا عليا، وأنا بقول لكم شوروا أن أنا لما لاقي حد في حفلة توقيع وجايب لي رواية مزورة أوقع له عليها وأكمل وخلاص، وده هو ملوش ذنب، مع أن في ناس بتبقى عارفة أنها مزورة الحقيقة وناس مش قليلة، ولا أرفض وأقول أوقع لك على البوستر أو أي حاجة تانية، لكن الرواية المزورة أنا كده بدمر بيوت ناس. الرواية اللي بتطلع دي مش يونس اللي مستفيد الوحيد منها، لا ده يونس والناشر والدار واللي بيطبع واللي بيترجم واللي بيصحح التصحيح اللغوي واللي بيعمل الجرافيكس، متخيلين ده يعني كيان كامل بيشتغل عليها. الشاب المزور بقى بيعمل إيه؟ ما بيعملش حاجة غير إنه بيصور على مكنة تصوير كبيرة، هو ده يعني ممكن بطوله كده يعمل رواية. فهذا هو الموضوع يا معلمين. ناخد بقى طيب انا هقول لكم حاجة عشان برضو نسهل يعني، عشان الناس اللي بتقول مش عارفين نوصل لمكتبات موجودة فيها الرواية، انا هقول لك حاجة سهلة جدا. احنا عاملين رقم واتساب من خلاله تقدر تطلب الرواية تجيلك لحد باب البيت، الرواية الاصلية مش المزورة. الرقم هو 010-280-86-806، ياريت تنشروه من فضلكم، 010-280-86-806. نقوله كمان مرة، 010-280-86-806. ده بتبعت رسالة على الواتساب بتاع الرقم ده بتقول أنا عايز رواية نادر فودة 2 كساب، وعنواني هو كذا واسمي هو كذا، تكتب اسمك عنوانك وتكتب اسم الرواية. الرقم تاني هو 010-280-86-806. يعني اللي بيقول المكتبات بعيدة عني أو مش عارف أجيب، ما بعرفش أميز المزور من الأصلي، أدي وسيلة توصيل من بتانة دوتورج لسيادتك. طيب نرجع تاني، سيب الموضوع ده ندخل في مواضيع تانية عشان ناخد دردشة تانية. أعمل إيه في الناس اللي بتفهم كلامي غلط وأنا مش محتاج أشرح لهم؟ لكل واحد وجهة نظري. ما هو لازم حاجة من اتنين، يا انت يا دعاء بتوصلي وجهة نظر غلط، طالما الناس اللي بتفهمك غلط كتير لازم نبص الأول ممكن يكون الغلط عندنا. معلش سامحيني في النقطة دي، ان وارد يكون الغلط عندك، ان انت مش عارفة توصلي للناس وعندك مشكلة تواصل، فانت مش عارفة توصلي الكلام بالمعنى الصح لو الموضوع ده بيتكرر معك كتير. لكن لو حالة اتنين تلاتة عندك حاجة من يا هتوصلي يا جماعة انا ما اقصدش كذا كذا، ومش هتخسي يعني زي ما بيقولوا، ولا هتخسري حاجة ان انت توضحي وجهة نظرك، عادي ايه المشكلة يعني، او خلاص التزم الصمت، واللي يفهم يفهم واللي ما يفهمش براحته. لو انت باقي على الشخص ده من حقه ان انت توضحي له وجهة نظرك ان ما كنتيش تقصدي الكلام بالشكل اللي وصله. لو مش باقي بقى ومش فارق معاكي والكلام ده خلاص يبقى ما توصليش ولا توجعي دماغك ولا اي حاجة. انا افضل بقى الحل السلمي بقى اللي هو ايه، ان انا لما الاقي حد وصل له هعمل اللي عليا. اول حاجة ان انا هوصل له قدر بقى يفهم. على فكرة هتلاقي ناس يقولك لا انت ما كانش قصدك كده، انا عارف ان انت كان خلاص، ده هو عجبه بقى ان هو يعمل خناقة، فيا باشا تحت امرك وخلاص انا عملت اللي عليا. طلبت مين الاغنية اللي جاية دي ودورت عليها ما فهمت اللي بعد، انا فهمت انت عايز اغنية ايه. ده احمد بيقول عايز اغنية زعتها تقريبا من اسبوع، كان في اولها كلمة ستار ميكر وكان فيها مطربة بتغني. انا فضلت ابحث وامحص وادقق لحد ما عرفت الاغنية فعلا من برنامج ستار ميكر. سمعنا صوتك لمروة مختار اسمها غمضت عيني. نرجع تاني بعد الأغنية نسأل وناخد الدردشة بتاعتكو حكاوي المعلمين. لسه مكملين كلام معلمين على الراديو 99 هوا مصري، والجزء الأخير من حلقتنا النهاردة هو حكاوي المعلمين. ونشوف بقى من على SMS في رسالة زعل بتقول أهلي دايما بيعايروني أني معاقة، وأنا والله راضية بقضاء ربنا بس بسمع كلام زي السم ما بنساهوش. طيب اللي برضو يعني معظم الحاجات بيبقى ليها اكثر من احتمال، في احتمال يعني من غير زعل،
ان احنا حساسين زياده عن اللزوم وهم ما يقصدوش ده، بس احنا يعني بناخد الكلام على الحته دي بالذات، يعني ممكن يكون اي كلمه فبنترجمها على الكلمه اللي احنا عاوزين نسمعها، فهماني او فهمني؟ فممكن ده يكون وارد. نقول تاني ان يكون المقصود مش كلمه أو يعني المشكله الجسمانيه اللي موجوده، فهو بيقول اي حاجه فانا بس ده انت تقصد كذا، على طول في دماغي ان هو يقصد ده، وارد. وده بنعمله ملوش دعوه بقى بتحدي اعاقه او غير، في كل حاجه وارد يكون فعلا هم بيقولوا ده. زي ما حضرتك بتقول، انا برجح الاولانيه، سامحيني انا برجح الاولانيه اكتر. وفي الحاله الاولانيه لو هي اللي صح، محتاجين احنا بس نفترض حسن النوايا شويه ونكبر دماغنا شويتين. ولو الحاله الثانيه هي اللي صح، الوضع ما يتحلش غير بقعدة. تجيبيهم كده وتقعدوا كده في وقت تبقوا هاديين، قوليلهم او قولهم لا انت بنوتة، قوليلهم انا مش موافقة ان انتوا تتكلموا على 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 القصة اللي انا فيها مشكلة جسمانية بسببها. انا مش انا اللي خلقت نفسي، او حتى لو ده حصل بسبب حادث مش انا اللي عملت ده. وارد يحصل لاي حد فيكم في ثانية يبقى قاعد كده وربنا يجيب له شلل يتشل وهو قاعد. كلام لازم يكون صريح ومباشر جدا لو هم فعلا بيقولوا لحضرتك زي ما حضرتك بتقولي بيعايروني بإعاقتي. نسيب على جنب ونقول انت راضية بقضاء ربنا، انت بتقولي في الاخر ده وبتقولي بس بسمع كلامهم بيتعبني. لا، راضية بقضاء ربنا يبقى ترضي بكل حاجة باللي ربنا قسمه كله. واللي يقولك الكلام ده زي ما قلنا من شوية، احنا هنمسك مبدأ الناموسة ده نشتغل عليه شوية كلنا. اعتبريهم زن الناموس. ما يقولوا، هو انا هسألك على حاجة، هم يعني لما يقولوا المشكلة هتكبر، التعب الجسماني هيكبر، هو ممكن النفسي اللي يكبر لو انا عايزه يكبر، لو انا عايز ازود الموضوع على نفسي. فاللي هطلبه منك يعني ياريت الاول نشوف هل هما فعلا، بصي خليكي انت محايدة بقى، بصي للموضوع، هل هما فعلا يقصدوا الموضوع ده بالذات، ولا انا خدت الموضوع بحساسية زيادة؟ وعلى فكرة لما تاخديه بحساسية زيادة ده غصب عنك، دي انت بني ادم وارد يحصل ده. بس لو هما يقصدوا ده لازم تقعدي وتتكلمي مرة واثنين وثلاثة لحد ما هما يتكسفوا كده زي ما يقولوا على دمهم ويبطلوا يتكلموا في النقطة دي. وانتي مش معاقة، وانتي ما عندكيش اي حاجة، انتي في ابتلاء، وربنا بينتقي كل بني ادم يبتلي. في واحد بيبتلى في رزقه، في واحد بيبتلى في صحته، في واحد بيبتلى في اهله، في واحد بيبتلى في ماله، في واحد بيبتلى في شغله، في كل حاجة. فانتي ابتلائك هو ده نوع، هو ده الشكل اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارك فيه. ان شاء الله يكون اللي جاي احسن ان شاء الله. انت مبدع يا سيدي، الله يخليك، وبحسك اخويا الكبير بجد، يعني مش مذيع، نصيحتك ما فيهاش طبطبه زياده بجد. بص ربنا يخليك يا محمد يرفعي. بصوا يا جماعه، انا لا بحب رسائل الشكر ولا رسائل الشتيمه. لا تشكر فيا ولا تشتمني، دردش بقى على طول يا باشا. ربنا يخليك، وده في شرف فوق دماغي ودماغ اللي خلفوني. خوف ماما المبالغ فيه عليا، انا عارفه انه مش ذنبها وغصب عنها، علشان كده مش بعاند معاها، بس ساعات خوفها زياده بيضايقني وبيخنقني، يعني برضو غصب عني انا ارانش. بص يا نوشة، خوفها المبالغ فيه هي معذورة فيه. كم كل يوم بنفتح نلاقي على السوشيال ميديا كم حوادث خطف بيحصل ولا بيحصلش. كل يوم بنفتح حوادث، مش لازم نقول كلمات تانية بقى أكتر من الخطف. خوف مبرر غصب عنها. أجيبها في حتة بقى توجع شوية، كم مرة نفتح ونلاقي في حوادث طائفية بتحصل، بيحصل ولا بيحصلش؟ ها، قدرتي موقفها؟ قدرتي انها غصب عنها؟ انا عارف ان انتي خروجاتك بتبقى وسط المعلمين، وان احنا بدليل انك خرجتي المره اللي فاتت ورحتي معانا محطه اسعاد الاطفال، كانت زعلانه ومتضايقه وقلقانه، ولكن سبيتك تعملي الموضوع ده. نبص للزاويه الايجابيه شويه. رنش الله يخليكي، واعذريها في الحته دي. انا شايف ان هي غصب عنها. صاحبه الرساله رجعت بعتت تاني، قالت لي بيقولوا لي في وشي يا مكسحه، وقريب هعمل في نفسي حاجه. طيب خلاص، انت عايزه تخسري الدنيا والدين، خلاص براحتك. انا هقول لك ايه، انت قررتي تخسري الدنيا والدين عشان ناس فاقدين العقل وفاقدين المنطق، خلاص. وانت لما تعملي في نفسك حاجه هم متوقعه، يعني انا هقول لك حاجه، بس اللي بيقولوا لك الكلمه دي، هل انت لما تعملي في نفسك حاجه بقى هيندموا بقى ويقطعوا شرايينهم ولا اي حاجه؟ هيزعلوا شويه
وهيقوموا ياكلوا ويشربوا ويكملوا حياتهم. بلاش يعني نضحي بحاجات غالية عشان ناس ما تستاهلش. اللي يقول لك مكسحة قولي له اهو انت اللي مكسح. ايه بقى فهي مكسحة؟ تمام انا مكسحة، جميل زي الفل. ايه بقى المشكلة يعني؟ خليكي غلسة، خليكي رخمة يا معوق. انا معوقة، جميل، عايز اي حاجة تحب ان شاء الله ربنا يكتب لك وتبقى احسن مني ويبتلي كده وتبقى وتجرب انت كمان. والله العظيم الغلاسة والتناحة والحاجات دي بتفرق. فطالما انت، انا خلاص انا خدت كلامك ثقة وانت بتقولي ده، لما تجربي تتلقي الكلام ده وتتعاملي معاه بشوية لا مبالاة هترتاحي. او بقى نواجههم لو هم يستاهلوا المواجهة، او هم المواجهة معاهم هتجيب نتيجة. ما في ناس في اسر مثلا الوالد بيضرب بنته، بيضربه في اي موقف يعني، اللي هو المفروض اصلا مش حاجة اسمها حد يضرب ولاده اصلا. يعني انا يوم ما بزعق لابني ولا التشو الاطفال كده ولا حاجة بفضل ضميري وجعني. فاللي يمد ايده على ابنه الكبير او بنته الكبيرة ده مصيبة بصراحة. فتيجي مثلا تكلمه هي بقى، يا بابا ما ينفعش، مش عارف ايه، ما ينفعش ايه، ده انا هربيك وربي. ففي اهل بينفع معاه العتاب، فتيجي تقوله يا بابا لو سمحت الضرب ما مش ده الوسيلة، وهم رايقين يعني، فتلاقيه يستجيب. فهو انت بقى اهلك يا هيستجيبوا يا مش هيستجيبوا، انت اللي عارفه. لو هيستجيبوا اتكلمي معهم وقولي ده، لو مش هيستجيبوا بيقول في مثل كده فلاحي حلو كده يقولك اعملي ودن من طين ودن من عجين، الكلام يعدي من قدامك كده وابتسمي وخليكي غلسة. بابا متوفى بقاله 3 سنين ولسه بتعامل على انه عايش وبحس ان انا مرتاحه مع اني بكذب على نفسي. قولي ايه رايك؟ والله يا رنا انت طالما ده مريحك تمام، بس انا الخوف ان يحصل صدمه تانية. في ناس بعد حالات الوفيات للناس القريبه منهم ما بتزعلش وتبتدي تتعامل ان هو مسافر مش عارف ايه، ويجي وقت غير متوقع تماما يفوقوا، فيبتدوا يزعلوا في وقت غلط، يزعلوا في وقت الناس كلها استوعبت الصدمة، فيبتدي الموقف يبقى ايه، الناس مش مستوعبة هو ايه، مالها ايه اللي حصل لها، بابا متوفى بقاله سنين وهي جاية تنهار دلوقتي. فخلي بالك يعني لو انت متعايشة مع ده، انا كل الخوف ان احنا نفوق في الوقت اللي ما ينفعش فيه فوقان. شكرا يا حبيبي، ربنا خليك. من كام يوم اول مرة نفسيتي تتعب كده بسبب شوية مشاكل في الكلية، بس لقيت ان انا دعيت ربنا يختار لي الخير وهرضى باختياره. تمام يا ياسمين. يونس، في حد زعلان مني بس والله ما كانش قصدي ازعله، فعايز اقوله انا اسف منك انت تبقى بقى حسن بابيونت يونس. لا مش انا اسف مني، انا اسف غلطت في حد يا حسن، تكلمه تعتذر، تكلمه تقوله ما تزعلش مني، هو الصلح مني هيبقى احسن منك؟ لا مش هيبقى احسن منك. يا مني بقى جميل ويونس اتكلم ومش عارف ايه، بس هو في الاخر هيبقى شايل منك، انت اللي غلطت. حتى انت بتقول مش قصدك يا اخي، صالحه يا عم، يا عم صالحه يا عم، مش مستاهل يا عم، والله ما مستاهل. انا عامل لناس كتير يا يونس بلوك علشان الناس دي غلطت فيا، اعمل ايه؟ لا من حقك تعمل طبعا، انا عامل بلوك لناس، هو ايه المشكله؟ هو فكره التسامح ان انا الناس تغلط فيا وافضل ساكت؟ يعني البلوك ده ان انا مش عايز اشوفك، انا خلاص قفلت من الشخص ده، لا عايز اشوفه ولا عايز اتعامل معاه. اسامحه بقى بيني وبين نفسي، دي حاجه ترجع لك وترجع لي. لكن البلوك ده اختراع صحي جدا ومنطقي جدا، ان انت يعني بدل حرقه الدم وبدل ما تعيش محروق دمك، لا انا مش عايز اشوف يا اخي كلامك، لحد ما هو بقى يبقى يعرف ان الله حق ويرجع يعتذر او يصالح البني ادم، يبقى وقتها نفكر. فالبلوك انا شايفه لا شيء موجود ومنطقي جدا وعادي جدا. عايز تكون متسامح وتصالحه، ده شيء يبقى انت كده كرمك عالي قوي. انا ما عنديش الكرم ده الحقيقه في حياتي. مين كمان؟ اتعامل ازاي مع التشاؤم والتهزيق اللي بيجي لي على صراحه؟ تقفلي الاكونت بتاع صراحه يا مريم. انتوا بتعملوا اكونت صراحه عشان نستهزئكم؟ انا عايز اعرف الفايده النفسيه من وراء هذا التطبيق. التطبيق ده عباره عن سلسله ومجموعه من العقد الناس بتطلعها على بعض، مش شايف له اي لازمه. عايز تسمع راي الناس فيك بصراحه، ما تعملش بوست لناس كل من هب ودب داخل حق. يعني حتى انا ما بقولك سيبك من صراحه، ما تعملش بوست بابليك لاي حد يعرفك او ما يعرفكش وتقول لهم انا عايز اسمع رايكم فيا. لا اعمل، اسال الناس القريبين منك، اعمل رسالة وحط فيها كمية الناس اللي انت شايفهم هيجاوبوك بصراحة وبأمانة. عايز تعمل رسالة مجمعة اعمل، عايز تسأل كل واحد على حدة اعمل ده. لكن انت عامل لي بتاع لعارف مين بيكتب ولا مين بيقول رأيه وفي الاخر بتزعل ان الناس بتهزقك؟ طب ما طبعا هيهزقوك. انا لو عملت، بص يا سيدي، انا يونس المفروض ان احنا عيلة ومش عارف، انا لو عملت الاكاونت ده انا هتشتم شتايم بأمي وابويا، وانا متأكد من ده. اصل اللي بيشتم يا جماعة
واللي بيدخل عشان يحبط الناس هو بيبقى عنده هو مشاكل يا عيني. فتعرف انت بتبقى الواحد صعبان, هو انا صعبان عليا لان هو يا عيني جواه كميه سواد وجواه كميه امراض فمش عارف يتخلص منها فبيطلعها على غيره. فاللي بيدخلوا يا مريم يتريقوا عليكي ويشتموكي ويهزقوكي هو يا عيني هم عندهم مشاكل نفسيه, هم انت غيظان في حاجه في شيء ما الله اعلم هو ايه. يا جماعه اكونت صراحه او البتاع بتاع صراحه ده والله العظيم ما فيه منه فايده. انت بتدخل تقرا اللي الناس بتشتمك فيه وبيتحرق دمك وانت مش عارف مين اللي قال, وهو بيقول حاجات مش موجوده فيه كمان وبيبالغ ويأفور علشان هو هدفه انه يحرق دمك. حسبي الله ونعم الوكيل بجد في بتاع التطبيق ده. الراجل اللي عمله ما كانش هدفه كده خالص, هو كان هدفه ان احنا نتشارك الاراء بدون اي تجاوز وبدون اي اهانات, لكن احنا عملناه مجزرة سلخ. الناس تدخل تقطع في بعض, الناس تدخل تدعي على بعض. الغوه نصيحة من اخوك الكبير بقى, الغوه. عايز تعرف رأي الناس فيك ادخل لحد بينك وبينه وقول له قول لي رأيك فيها بصراحة, انا عايز رأيك هيفرق معي. هيقول لك رأي وهتقوله في الاول انا وانا مش هزعل من رأيك فيه. لكن انت بتسأل ناس عبارة عن الشعب يعني أو ناس مجهولة الهوية ومش عارف هما مين رأيهم فيك إيه, طب ما طبعا هيشتموك. تعرف عامل زيه زي إيه؟ زي ما حد مثلا أبقى على الهواء ويجي لي رسالة مثلا أو من رقم على الاسماس رقم حد يشتري مثلا. في ناس بتعمل كده, بتشتري خطوط مخصوص تبعت تشتم بيها هنا في المحطة ليا أو لغيري. فأنت بتبقى عارف أنه هو يعني مسكين في نفسه وحتى مش عارف يبعت من رقمه عشان هو ما عندوش الشجاعة الكافية. فإحنا بنعمل في الحالة اللي زي كده إيه, شكر تمام اصرف اللي عندك كمان هتلينا, إحنا عايزين نكسب من وراك هات فلوس كمان. فا اكونت صراحه او ابلكيشن صراحه ده يا جماعه عباره عن يعني حاجه انتوا بتفتحوا يعني عارف اللي هو ايه, انا بدي الناس ظهري يطعنوني فيه ويا ريت ناس انا عارفه. في ناس بقى بيعملوه وبيدخلوا يكتبوا لنفسهم ويشكروا في نفسهم ويعملوا شير بقى, ده برضو ده 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 صنف تاني من المرضى ان هو بيدخل عشان يشكر في نفسه ويوري ناس انه بيجيله رسائل مدح كتير. ده صنف تاني, ده عايز هو ده عايز علاج على المدى الطويل. انت ما عملتوش؟ لا عمري ما عملت ولا هعمله. انا مش يعني لما حد بيسالني مش هقول له يا اخي انا مش عايز اسمع راي حد فيا, انا مبسوط بنفسي. انا يا اخي مغرور, يا اخي انا مغرور وعاجبني نفسي يا اخي. ايه بتقول اعمل ايه علشان ما تكلمش بسرعه علشان زهقت من جمله ما تحسسيش اللي بيسمعك انه بيجري وراكي؟ اتدربي ايه, امسكي الجورنال وقريه بسوء بالراحه وقللي التامبو شويه بتاع الكلام. امسكي اكتبي مقالك, اكتبي مقاله موضوع وقريه المره دي ودي نفسك وقت, انا هخلصه في دقيقه. بعد كده هعمل ريهرسل بروفا تاني وهخلصه في دقيقتين, لا هخلصه في 3 دقائق. واعملي ايه مثلا, قسميه بقى باراجرافات. عارف الباراجراف ده يعني الموضوع قسمه على 4 أو 5 اجزاء, الاول قسمه 3 بعد كده قسمه 4 بعد كده قسمه 5, مره في الثانيه هتلاقي الكلام بدا يمط شويه واهدي وعارفه في بتاع التمارين النفس والحاجات دي من على اليوتيوب هتطلعيها بتهدي طريقه الكلام. كل حاجه بالتدريب, اللي عايز يسرع كلامه بيسرعه بالتدريب, اللي عايز يعني يتغلب على موضوع اللدغه لو هي بسيطه بالتدريب. ما الناس بتوع التخاطب بيعملوا ايه, ما هو تدريب في الاول في الاخر. فجربي ونخلص في الموضوع ده عشان تبقي هاديه. بس انا مش شايفك بتتكلمي بسرعه بس تمام. الوقت بيجري, مش عارف الساعه 3 يا جماعه, كان نفسي انا نطول في الموضوع ده شويه. من بتضايق من الناس اللي بتقول لي ابوك وامك بياكلوا اكلك ولا ايه, اللي بسواس عليك انت ايه جسمك ما تتخن شويه. سمع حسن انت يعني مش شايف الموضوع ده قوي يعني. طب هقول لك حاجه, الناس بتعمل دايت يا عيني علشان تخس ويبقوا زيك, ما تبص للموضوع يا اخي من الزاويه دي. يعني انت لو تخين وكرشك قدامك مترين برضه مش هيبقى عاجبك حالك. روح يا عم جيم, العب رياضه. وهقول لك حاجه, يعني الناس قالت لك بابا وماما بياكلوا اكلك, فحصل ايه بقى؟ يعني ايه اللي حصل؟ بابا وماما كلوا اكلك فعلا فانت اكتئبت بقى علشان اكلك كلوم؟ يعني ايه المشكله يا جماعه؟ والنبي بالله عليكم ما تدوش للناس اللي حواليكم حجم اكبر من حجمهم. المشاكل كلها في كل اللي احنا عملناه النهارده واللي بنقراه في حكاوي المعلمين متلخصه في نقطه واحده, احنا سايبين ودنا للناس, احنا سايبين الناس تتحكم فينا, سايبين الناس تبيع وتشتري فينا. لو سديت ودانك وديت الناس لمؤاخذه يعني هنقول ايه, ظهري ولا حتى يستاهلوا ظهري ولا اي حاجه,
وهو كلمة تانية من الحذاء الحقيقة يعني، هترتاح وهتتبسط وهتحس ان الكلام ده ولا اليوم اي لازمة في حياتك. بطلوا تدوا الناس اكبر من حجمهم مهما كانوا مين، قريب او غريب. لو والله انا الكلام ده فرق معايا انا شخصيا، كنت في فترة اي رسائل بقى تجيلي ناس بتشتمي ازعل ازعل ممكن اتقفل بقى. دلوقتي بتيجي كمان اديني اكتر، لان اكتشفت ان هو يعني مفيش حد يعني معصوم من انه ينتقد. يا جماعة ده الانبياء اتشتموا وتهانوا واتضربوا، ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه الناس مختلفة عليه وناس الحدد بيه وقالوا ملوش وجود وقالوا كلام أسوأ من كده بكتير. فانت يعني بقى انا وانت وانتي بقى اللي على راسنا ريشة، يعني لما حد يقول لنا كلمة خلاص تفرق معانا؟ يعني حد يقول لي بابا وماما بيأكلوا أكلة خلاص انهيار عصبي بقى؟ يعني انت احسن من مين ولا انا احسن من مين؟ احنا احسن من الانبياء اللي الناس بهدلوهم قولي العزم اللي شافوا الويل علشان بس يوصلوا لنا رسائل ربنا؟ نرمي كلام الناس تحت الأحذية وندي ظهرنا ليهم. لا ما تديهمش ظهرك، لأن لو اديتهم ظهرك هينهشوا. لا اديهم الحذاء الحقيقة، واللي يتكلم يتكلم، واللي يهري يهري، واللي يجي في سيرتك يجيب. انت أعلى من كده بكتير والله العظيم، بس انت تقتنع بده من جواك فهترتاح. سيب بقى اللي يقولك يا معاق يقول، ويقولك يا مسيحي يقول، واللي يقولك يا متخلف يقول، واللي يقولك يا رفيع يقول، ويقولك يا قرع يقول، واللي يقولك يا مش غبي يقول. ما يقولوا يا جماعة، والله يقولوا. انت عارف انت ايه، انت اعلى واكبر من اي حد بيجي في سيرتك. اللي بيجي في سيرتك لو يطول يبقى زيك كان بقى زيك بكتير. وتاني هقول لك حاجه احسن، معلش عشان موضوع النحافه، بص للناس يا حسن اللي هتموت وتبقى زيك علشان يعني نفسها تاكل الاكل كله وما تزيدش. اي حد بيعمل دايت يقول لك سلام على الناس اللي بتعمل دايت دي اللي بتاكل الاكل وما بيبانش عليها. انا نفسي بقول كده يا عبد الحاج. هو للأسف الشديد الوقت خلص، وللأسف الأشد ان احنا بكرة وبعده وبعده أجازة، فاحنا اشتغلنا يوم واحد يومين الأسبوع ده. يلا انتوا وحشيني من دلوقتي حاليا الحقيقة، ولنا لقاء ان شاء الله يوم الأربعاء الجاي وكلام مع المين، وهيبقى عندنا تجارب حقيقية ان شاء الله الأسبوع ده.